أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين وياكم، رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، وبرنامج على رزقك، البرنامج الخدمي اللي يخدم أهالينا في كل محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى. طبعا مستمرين وياكم بزيارة أهلنا وناسنا اللي الحقيقة يريدون من عندنا أن نزورهم بعد تحرير المناطق ونشوف حركة الناس والتبضع لقرب أيام عيد الفطر المبارك. بهذه الأيام يعني شوف أكو حركة للتبضع والناس، يعني هي رمضان وأيضا قرب أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير. نسأل الله الأمن والأمان وأن تكون هذه الأيام أيام سعادة لكل العراقيين. احنا الحقيقة من خلال جولاتنا مثل ما شاهدتوا في برنامج على رزقك أنه نزور عوائلنا، نسألهم شنو الاحتياجات، شو يطلبون من عندنا من خلال هذه الشاشة. اليوم أنا وزملائي أحمد ومحمد خطاب راح نشوف كل عوائلنا ونشوف كل الناس الخيرة ايش تحتاج ويانا. تعالوا راح ناخذ جولة نشوف احتياجات المنطقة وش يريدون من عندنا. إذا جولة جديدة وبرنامج على رزق. حمودي كل عام وانتم بخير، صحة وعافية ان شاء الله. هلا. رمضان مبارك. اي رمضان كريم ان شاء الله. شلون الاسواق، التبضع، المواطنين الان؟ الحمد لله السنة يعني افضل من السنة اللي فاتت، الناس اذا تحس بالامان بعد طولة غياب عن المدينة. بس اكو شغلة، العام الكهرباء افضل من السنة. والله هي الكهرباء احنا نسأل المسؤولين عن الكهرباء،
يعني خارج طاقتهم. يعني انت من تشوفه مسؤول الكهرباء من يقول لك انا عندي خارج طاقتي، ممكن انه تطيل عذر، وان شاء الله يقال القادم احسن احسن بالكهرباء فلهذا تعكس على المواطن. المواطن عندما يشوف كهرباء وعندما يشوف الامن والامان دائما هو هذا تاثر سلبا على حياته بالمدينه. ومن ضمنها التبضع، التبضع الحمد لله. هو انا اسالك على يعني اقبال المواطنين. اقبال المواطنين موجود، وظلت عادين فتره ممكن صيف الدنيا ودراسه والناس ببيوتها، ممكن هذا كلها تاثر على التبضع مالته. ما يطلع مثلا هذا طلاب هسه طلاب الثالث متوسط، احنا خصوصا يعني خصوصا من تقرب ايام عيد الفطر تصير حركه اقوى. بشكل عام الحمد لله التبضع زين، وان شاء الله المواد خو ما غاليه مفردات ابدا. السنه ماكو اي ارتفاع باسعار المواد الغذائيه، واحنا حافظنا على المواد الغذائيه بحيث تكون منافسه لكل المحيط مكان التبضع مالنا ان شاء الله. ابو القاسم اسالك يعني انت بيض بثلاثه باربيل، البيض باثنين وثمانمية 2800. لا تنسى القمرق اللي بالصفرة هو قاعد يسبب لنا الصعود. مواد طبعا كل المحلات اشتكت من هذا الموضوع. بالكرتون فرق تقريبا من 7 إلى 10,000 على كل كرتون. انتوا اذا تجيبوا من بغداد مو افضل؟ نفس الحاله، من يطوا على بغداد ياخذون قمرق اضافي. واحد طبعا نفس الصفرة، القمرق للصفرة من يعبر مكان الطوز ياخذ، اذا كان من بغداد يطلع على تكريت على سامرة، اي مكان الفرق. بالنسبه للدجاج نفسه كل المواد التركيه يعني مو بس البيض. انتوا هم راح تصعدون اكيد، يعني الماده راح تجي المستهلك هو اللي يتاثر بيها. احنا حلقه وصل بين التاجر والزبون، يصعد التاجر بسبب الطرق نصعد، ماكو صعود ماكو صعود. قبل اسبوع عشان البيض ب4.5 وب5 صعد البيض، هسه نزل الحمد لله 3000 طبق الحمد لله. اذا بقى 3 3.5 بزين يعني سعر. بايام العيد تدري الناس تتبضع تشتري، هم مثل يدخل رمضان علينا يدخل العيد هم. إن شاء الله يصير خير، إن شاء الله خير للجميع. رمضان مبارك علينا وعليكم، نجيكم إن شاء الله بوضع أفضل. إن شاء الله. العام وانتم بخير. صحة وعافية. صحة وعافية. أهلا وسهلا. صحة وعافية. عام وانتم بخير، صحة وعافية. شكرا. هسه هذه القاعة الشباب هنا كلها تيجي بعد الفطور. نعم. حتى يلعبون ونرقينا. نعم. شلون تشوف الوضع هنا؟ الحمد لله والشكر، وضع كله زين والحمد لله والشكر. شباب يجوا مثلا بعد الفطور بس يعني اكو شغلات تاخرهم، يعني مال شغله اللي حضرت جوال ما حضرت جوال تاخرهم. لحد الان ب 12 التجوال. ب 12 هم يتمنون انه ينشال بس ما انرفع. لا بعد لحد الان. كانت الناس تتوقع برمضان ينرفع بس ما انرفع. السبب شلون يعني؟ لازم يشوفون لنا حل. والله احنا ناشدنا الحقيقه، لان رمضان بيه سحور حركه، يعني حركه ناس، واحنا مقبلين على عيد. فاتمنى ان شاء الله ان ينرفع الحظ. يا ريت. حتى لو يأخروا للثنتية مثلا، لو ساعة ولو ساعة، مو إلا للثنتية، ساعة واحدة كلش كافي. شان قلتوا لهم البارحة شان القادة هنا يتجول؟ والله ما شان قلتوا لهم؟ فأكثر المحلات. أتمنى إن شاء الله أني يعني أتمنى يشوفون بإذن الله. أنا أشكركم وأشكركم. بارك الله بك. السلام عليكم. بعد الفطور تصير المتعة هنا واللعب. نعم. شلون الامور زين ان شاء الله؟ الحمد لله الحمد لله زين ان شاء الله. هسه انتم لاعبين زوجي؟ زوجي اي. هسه منو المتمكن؟ والله بينا شياب. هسه متقدم؟ انا متقدم وهم خسرانين. زين ها
هي الافضل اللعبه الزوجي لو الفردي بالنسبه للزوجي؟ لا الزوجي حلوه. اي والله الزوجي تنطي متعه اكبر. اي اكبر ولعب حلو يصير ونسى. يلا حماسيه خلينا نشوف. الله يعطينا. يلا الموفقين ان شاء الله الموفقين. السلام عليكم. شلون الشباب؟ مبروك رمضان علينا وعليكم. علينا وعليكم. صحة وعافية. إن شاء الله تظلون بعز دوم وإن شاء الله مرفوعين الراس. الله يحفظك أجمعين. بعد الفطور الشباب هنا تجي. أي والله. تتمتعون شوي. المتنفس الوحيد يعني. التكريت. أنا هسه طلبوا الشباب قالوا نتمنى أنه الحظر شوي يتمدد. أي والله هي هاي يعني. مدى يلحق بعد يجوا الصلاة وورا الصلاة. صحيح يعني. شلون الأمور بالمدينة هسه؟ والله الحمد لله زينة. زينة الحمد لله بجهود قواتنا الأمنية. الحمد لله والحشد الشعبي. الحمد لله الأمن. الله صحة وعافية. الله يحفظك الجميع إن شاء الله. الأيام العيد قريبة، شنو جدولكم بالعيد؟ والله ما في جدول محدد. إي والله علي يجي الحمد لله. نعم. الان اكو فالطابع بالنسبه للشباب، نشوف معظم الشباب نسالهم اكو خريجين واكو يعني ماجستير. هو انا بدي اسال يعني بعد التحقيق والتعب والدراسه اكو متنفس للقبول يعني التعيين؟ والله التعيين عندك واسطه تتعين، ما عندك واسطه تجي تقعد ويانا. يعني الشباب اكثرها قاعد، اغلبيتها قاعده، اللي ما عنده واسطه لا يجي يقعد، اللي عنده واسطه يتعين. يعني هاي الحاله موجوده بكل العراق. كل العراق مو بس هنا. نعم. وحاله البطاله سببت؟ بطاله كلش مرتفعه، وهاي يعني نتائجها السلبيه راح تتعدى هاي السنين راح تجي، اتوقع الحالات السلبيه راح تكثر، راح تشوف ان البطاله راح تاثر على الحياه بشكل عام، راح تزيد عندك معدلات الجرائم، عندك معدلات كل شيء ممكن يزيد بهاي البطالة. الواحد تعب يعني ودرس ماجستير وكمل كلية يعني مشكلة. أكيد هذا يعني تعب، تعب سنوات، لا سنة ولا سنتين، تعبك مو بس أنت كطالب شخصي، تعب أيضا الجامعة، الأهل، هاي كلها نتائج ترتب على الدولة. إن شاء الله ناخذ آراءكم وأتمنى إن شاء الله تحققوها يعني. دائما تحبون النرجيل؟ هو صارت باحية عادة للشباب ككل. يعني اليوم يمكن تلقاه هيك قله من الشباب اللي ما يدخن نرجيله اليوم. زين رغم التحذيرات الصحيه بس ما انقطع التدخين عن النرجيل. شوف هو كل شيء هسه دخل علينا البلد هو بيه سلبيات تمام؟ هوايه قالوا انه هي يمكن اقوى من السيجاره اثارها سلبيه او بس هو بعد اليوم شغله تتعود عليها، تقدر انت تمنع نفسك انه يعني ما تكون عادي دائما يعني على مرات قليله تقدر تدخنها، مو شرط الا مدمن تصير عليها. شوف الدول العربيه النساء قاطبة يدخلون. هو همزين ما جتنا هاي هنا بالعراق. الحمد لله شكرا. ان شاء الله زينين يعني. مناسبة رمضان الكريم نهني الشعب العراقي ونتمنى ان شاء الله دوام الامن والامان. واهم شيء الامن يعود يعم على منطقتنا ومدينتنا اجمعين. ونتمنى يا رب يحفظ بلادنا ويرد النازحين لبيوتهم. ونشوف البسمة على وجوه كل الناس. وهاي الشباب ترى احنا مثل ما قال صديقي كلها ماجستير ودكتوراه ونتمنى لك يعني فرصة عمل شركات شيء. وان شاء الله يا رب يحفظكم ويحفظ كل العراقيين. الله يسلمك. صحة وعافية ان شاء الله. النرجيلة شنو؟ والله شوفك خدران عليه. لا والله مو من الماكي، ايش نسوي؟ قاعدين ساكتين يعني نقضي وقت. والله كريم ان شاء الله. نفس الحالة خلصت؟ والله انا هسه قاعد ادرس دكتوراه. احنا كلنا كنا ماجستير سويها هسه انا كملت. يعني معناها افضل شيء من ما تخرجت من الماجستير ماكو تعيين تكمل دكتوراه. ايه نقضي وقت يعني انه احسن من استغلال الوقت انه نكمل دراسه اذا صارت ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التالق ومن هسه نقول لك دكتور. الله يخليك الله يعزك. يلا عيني كل عام وانتم بخير صحه وعافيه. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير صحة وعافية رمضان كريم.
عليكم. صحة وعافية. السلام عليكم. الله مبارك. صحة وعافية. يا مرحبا كريم. نوبات اكو محلات للمخضر شوي نشوفها حلوة. اي نعم. يعني مو مثل الاسواق. بس يقولون انتم شويه تضيفون عليها لانه اجاركم خمسه. اي طبعا اجار. إيه؟ اجار بس ارتب يعني. اي مرتب وشيء حلو ديكور حلو حتى نظافه, اكو بالماده. يعني شوف هسه هذا مثلا الخيار, طبعا بالمناسبه المستهلك يجي هو يلقط مو؟ اي هو يلقط يلقط يشوف الشيء يريد الطماطه البوتيتا. الاسعار برمضان وقرب عيد الفطر بدات تصعد, ليش؟ كانت قبل رمضان ارخص الطماطه 500 واقل. ايه هسه موجوده ب 500. هسه انا قاعد اشتغل ب 500 دينار. زين بش اللي تبيعه 500 وعموله قاعد ياخذون بالسياق. يعني كجمله اذا تاخذها انت جمله 500 دينار تطلع عندك ايش كذا وعندك ممغيد. زين حتبش تبيعه؟ انت راح تصفي. ايه راح تصفي. راح اصفي الممغيد. عندك وزن الصنديق. زين عندك علاقه وعندك اجار وعندك عمال اثنين معك. ليش 250 ما تصرف لك 250 تبيع ب 750 دينار؟ زين هسه خلينا نبيع ب 750 مضطرين نبيع ب 750 موجوده بس 500 قال لك. وهي طماطه ثلاث انواع موجوده, عربيه والعراقيه والتدفكي. اكو, أكو انواع. ايه ثلاث انواع طماطه. وضع المستهلك التجاره شلون؟ زينه يعني. الحمد لله الحمد لله اجواء رمضان زينه ما شاء الله. هسه الكهرباء شويه افضل يعني. الكهرباء ما شاء الله صلى الله محمد احسن من قبل. الحمد لله شوف من اول يوم رمضان لحد الان. بس اكو شغله يعني قاصه هسه يعني ابو المولد المضطر يعني شوف 15000 دينار والكهرباء من اول يوم رمضان ما شاء الله حيل مبيحه. زين وقاعد ياخذ 15 على يعني تشغيل يعني ابو المولد يعني هي هذا كلهم سواسيه يعني من اسال بالحي العصري او بالقادسيه او داخل المدينه او بالزهور نفسهم نفس المعاناة يشغل بنفس الوقت. لا لا اتمنى ان شاء الله يعني انه ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يحنان على المواطن ان شاء الله بعد رمضان. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يرجعنا ان شاء الله امن والامان ان شاء الله يا ربي. هلا هلا. السلام عليكم. شلون الشباب؟ ان شاء الله زينين. شلون الموبايلات بالرمضان؟ والله الحمد لله. جارة الموبايلات؟ لا لا ماشي الحمد لله. زين. الحمد لله ماشي. احنا حقيقة دخلنا للملابس وللحلويات بس ان الموبايلات الان من تجيكم كبضاعة؟ تجينا نوبات نروح الاربيل, نوبات نروح لبغداد, موجودة الشركة ايضا هنا نجيب منها وماشي السوق الحمد لله. يعني اسعارها شلون مثلا؟ الايفون السامسونج هاي اسعارها هي شلون الموبايلات التوب نقدر نقول؟ يعني حسب الدولار يصعد الموبايلات, ينزل الدولار تنزل ويا العمله. اقبال المواطنين هسه على الموبايل؟ حيل زين الحمد لله, خاصه النجاحات و يعني هي فتره خلصوا امتحانات. ايه الناس تشتري هدايا الاطفال على مود يصير عندهم شويه حافز على مود المدرسه وينجحون على مود يشدون حيلهم. و انت تعرف الوطن رغم مأساة يعني مو سهله. الله كريم. الحمد لله ان شاء الله تصير اهون واحسن. البرنامج على رزقك يشوف احوال الناس ارائهم شلون المدينه وضع المدينه. لا وضع المدينه الحمد لله بخير بجهود الابطال حشد الشعبي القوات الامنيه قوات سوات. نشكر ايضا العميد عميد قنديل دائما يجي هنا يفتر بالسوق ماكو شيء. نتمناه هذا وايضا نتمنى تعاون المواطن مع الاجهزه الامنيه حتى ان تنتهي المشكله. متعاونين والحمد لله خير الحمد لله تكريت. ان شاء الله رمضان مبارك كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير حياك الله. يلا السلام عليكم. سمعت هو يقول لك لا لا شنو لا لا غير نفتهم احنا لما نتجول عليكم. احنا برنامج على رزقك يشوف هذا البرنامج ياخذ اراء المواطنين. نعم ما بيها شيء يعني ناس مثلا اقترحت على الكهرباء, ناس اقترحت على الماء, ناس اقترحت انه يتمدد الحظر برمضان مو طبعا اكيد الحظر لازم. نحب ناخذ اراء المواطنين شلون الامور هنا بالمدينه. والله ما شاء الله المدينه زينه وهاي البشر قدامك شوفه جاي يفتر. بس نريد الحمد لله نريد الكهرباء تصير زينه. مي موجود الحمد لله يعني ما نقول مقطوع. سيم وضعها افضل. اي ما شاء الله صار لا 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 ما شاء الله حيل زين الكهرباء والله فضل من الله والوضع زين الحمد لله وما نعد تجوال من يعني للوحده زين. هم قالوا لو ساعه يعني اسوي 12 والله ما شاء الله للوحده زين يعني بشر ب 12 11 ونص كله تفوت البيوت. هم الحمد لله والشكر والله
والله الحمد لله والشكر. الآن نشوف بالمدينة أكو نوع ما أكو تعاون، يعني شلون وضع التعاون بيناتكم مع يعني مع الأجهزة الأمنية؟ نعم والله طبعا التعاون هاي مستمر يعني موجود، شلون ما نتعاون ويا الأجهزة الأمنية؟ الأجهزة الأمنية موجودة. إيه حتى واحد ينهي المشكلة يعني. إيه تدري يعني حتى الأمان شوي يصير أكثر وأحسن، والحظر التجوال ينشال يعني، إحنا هم نريد حظر التجوال، نريد نشيله هم يعني. ما يضل حظر التجوال. إن الله يعني السوات يعني حيل ما مقصرين. هي المنطقة هاي خضعت للهجوم. إيه نعم هي نعم. نعم. راحوا بها الشهداء. نعم والله راحوا بها. بالأربعين. والله أن يدخلهم فسيح جنان، لأنه حقيقة ناس تأذت وكو مدنيين كانوا يمشون بهذا المكان. إيه مدنيين وبشار. إيه والله. إيه. الله الله. إن شاء الله رمضان مبارك. علينا وعليكم إن شاء الله. علينا وعلينا الحشر. جزيلا مبارك. كل عام وانتم بخير صحة وعافية. دائما نركز على الاسواق والمواد الغذائيه، تدري برمضان وايام عيد ان شاء الله شلون الامور ان شاء الله؟ والله الحمد لله الحمد لله، يعني المواد اكو بيه ارتفاع بس شيء بسيط يعني. لا لا الحمد لله حيل زين. احنا قلنا من قبل رمضان بدا ارتفاع شويه بالمواد. اكو بعض ارتفاع يعني باللحوم وغيرها. زين انتم بالنسبه لكم شلون تتعاملون مع الكهرباء خاصه عندكم لحوم والبان و... والله المولدات. مولدات. المولدات مولدات اكو 24 ساعة؟ لا ما اكو. يعني مثلا شغلنا بالعشرة يطفي بالوحدة. نعم. ونوبات تجي ويا المولد. زين. فمن يطفي مثلا من الوحدة يشغلنا بالاربعة. زين وهاي المواد مخو تتلف؟ والله لو مو المولدات تتلف. المولدات زينة يعني. الحمد لله وصار يومين ثلاثة الكهرباء هم زينة. زينة. يعني الحمد لله. احنا دائما نأكد برمضان وبرنامجنا على رزقك. اكو كثير من الناس المهجرين في المدينه، نتمنى ان شاء الله عونتهم لانه والله ما قاصرين هم قاصرين يعني كلها ما شاء الله ما يحتاج التوصيه، اكو ناس في الجوامع وغيرها. اي والله هاي ان شاء الله حتى الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنكم ان شاء الله، يزال هذا الغم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله رمضان كريم استاذ، علينا وعليكم ان شاء الله. يا الله يبارك صحتك. علاقتك حلوة، شلونكم؟ كل عام وانتم بخير صح؟ شلون صحتك؟ بعد ايام قليلة يبدي عاد تبدي حركة العيد ان شاء الله، نشوف شوي الوضع. احنا نقولهم دائما للشباب انتم ليش مثلا باكر عيد؟ ها؟ ويجون قبل العيد يكتسون العام احد الاخوان مرينا عليهم قال للسبعة الصبح ظلينا. اي والله احنا هم العام ظلينا تقريبا للسبعة الثمانية. ليش يعني انا اتمنى الشباب يجون هيك ايام، يعني مثلا يوم 20 يوم 21 برمضان. يا ريت حتى انتم تخف عليهم. اطلب من الزبائن الكرام والشباب يجون قبل العيد فد اسبوع يكتسوها قبل العيد بيومين يصير ضخم حتى تكتمل زياراتنا على كل المحلات والمتاجر. احنا برنامجنا على رزقك بشهر رمضان يشوف الناس الحركه، نشوف ما شاء الله حلاقتك حلوه، شنو احتياجاتكم انتم بالمدينه؟ والله احتياجاتنا اهم شيء الاول فقر هاي الكهرباء. كهرباء يعني احنا على المولدات اكثر شيء، الكهرباء ماكو باوع على المبرده وعلى البنكات. زين هسه مو احسن شويه افضل؟ لا الحمد لله خلال شهر رمضان صار 3 ايام 4 ايام الكهرباء شويه احسن من ذيك الايام الراحه الايام المقبله. زين بالنسبه لكم من يجي العيد ورا العيد يصير فتور عندكم بالحلاقه؟ تقريبا اسبوعين اكثر هيك ماكو شغل، لا انت تعرف العالم متحلق. اسعار الحلاقه شلون؟ ثابته. الزبون بكيفه. ايه. والله ما نخلي يعني سعر ثابت وهاي، هل عنده هل عنده ما عارف. زين اريد اسالك على هذا الديكور محمد، دا اشوف ديكورك حلو انت مسويه، هذا شنو الديكور؟ والله ديكور بسامير كله بالحائط. اي جبنا مسدس هاي مال كبس. هذه كبس. حلو. اي والله يعني نوبات تصير الديكور اللوكيشنات حلوه حتى الزبون يقدر. اهم شيء الديكور تعرف محلنا شويه مرتب. ان شاء الله رمضان مبارك وصحه على الجميع. على الجميع ان شاء الله يجيكم بضع افضل على راسك.
كل عام وانت بخير. صح ان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. دخلنا تقريبا هواي من المحلات بس يعني رجالي شوف محلك حلو وراقي. الله يسلمك عيونك الحلوه. الله يسلمك. ايام عيد وشوف الحركه تبضع الشباب والناس ان شاء الله. شلون اسواقكم؟ الحمد لله والله يوم عن يوم ديسر ان شاء الله يوم احسن من يوم. شكلي ايام رمضان ايام خير وبركه وكل الخير. بس اكو شغله مثلا الشباب دي يشكون من اكو اسعار المنشأ الزين غالي مو كل شيء بسعره. اكو هسه يعني صارت الجمرك كل البضاعه صعدت واكثرهم دي يشحنون شحن طياره يعني الكيلو بدولارين الا ربع. فمن هذا السبب ده تزيد الاسعار يعني من الدرزن الى 110 دي صعد ل 130 ومن 130 صعد ل 150. ف لهذا السبب احنا يعني لازم نصعد الاسعار. ودائما نقول المتاثر هو المستهلك. اكيد اكيد هو الشاب اللي شلون بالنسبه لكم انتم للمواطنين هسه اكو نوبات. احنا دائما ناكد انه اكو مهجرين ما عندهم ان شاء الله ما تنسوهم. بهاي الله شاهد ما نحمل عليه 1000 دينار ونقدر نساعده يعني والله العظيم. حتى احنا اذا نتعاون بيناتنا نعبر هذا احنا العراقيين يعني كل الان هاي ما احنا علينا نعبرها ان شاء الله. الحمد لله وكل العراقيين يعني عندهم المروه والخوه بعدها والله. ان شاء الله رمضان مبارك وعيد مبارك ويجي ان شاء الله وضع احسن ان شاء الله. ان شاء الله سنه عن سنه ان شاء الله خير ان شاء الله. ادري واحد من يفوت من يفوت يعني ما تقول لي. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير رمضان مبارك صحة وعافية ان شاء الله عمر مديد ومزيد من التألق. الحمد لله والشكر الله يحفظك. رمضان وبأيام العيد ايضا الخياط وال يصير عليه لود. هو هذا رزقنا هذا يعني هو ايام الاعياد وايام رمضان والحمد لله والشكر يعني. شلون الامور يعني؟ لا امن وامان واستقرار والحمد لله والشكر. وتعاون من مع الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر يعني الامور هنا هسه انتم تحتاجون الى دائما اكو كهرباء يعني شغل. شيء هو الكهرباء. اهم شيء بالحياه هي الكهرباء. هسه مو احسن؟ لا نعمه. شويه الكهرباء صار لها اسبوع نعمه. يعني الحمد لله والشكر جاي تجي بس شويه منعاني من اهل المولدات. طبعا هاي معاناتهم اهل المولدات. هاي معاناه ما كلها ياهن نروح عليه. الحمد لله الحمد لله. حقيقه نتمنى انه اذا ما نتعاون بيناتنا ما نعبر البر الامان. انا احكي لك عدل يعني اذا ما تساعدني واساعدك وانا اتمنى انه هذول المولدات والكذا احنا نسال الله ان يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المدينه وبجهد قواتنا الأمنية والحشد الشعبي والجيش وبجهودكم أنتم والحمد لله المدينة مستقرة. نحمد الله ونشكره إن شاء الله صحة وعافية ومزيد من التألق. الله يحفظك. السلام عليكم. صحة وعافية علينا وعليكم. دائما نشوف ابو الموبايلات مشغول فاحنا نجي يمه ما على راس على راس. شلون الامور بالنسبه لكم الموبايلات قطع الغيار؟ والله الحمد لله زين ماكو مشكله. شوف دائما اكو عندكم بضاعه. هذه البضاعه احنا يعني سالنا المواد الغذائيه الجمله وايضا انتم من دا تجيكم من بغداد لو من الشمال؟ لا هو استيراد احنا اكثر شيء واكو قسم من بغداد يعني افرع عندنا هناك احنا ببغداد وباربيل همين بسابقه عندنا. القطع مثلا هذه القطعه هسه اذا ما كانت تجي بسعر هسه بعد الضرائب اختلفت زادت بالضبط. فدائما المستهلك هو اللي يتاثر بالضبط بالضبط. يعني هذه القطعه مثلا على سبيل المثال يعني كانت تحملت كل وحده يمكن تقريبا 3-4 دولارات هيك فوق يعني. فوق السعر القديم اللي كانت تجي نعتبره سعر مناسب. اي بالضبط يعني فشي رمزي مو شلون المحل الاجواء داخل المدينه؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف بهاي الايام بعد انتهاء الامتحانات والعيد وقرب عيد الفطر صار اقبال لانه انا اريد اهدي له لابني ذاك يهدي له لبنته مو تمام. انت شويه هم عليك عليك النوبات. اكو عندكم مثلا يجون مهجرين يعني شويه تسامحوني؟ طبعا اكيد اكيد هذا بلا ما واحد يقول اكيد طبعا اكيد اكيد هذا واجبنا. من خلال برنامجنا على رزقك وفضائيه سامرة شو تحب تهدي تطلب شو تجيب؟ والله الامن والامان اهم شيء. هاي الامن والامان على كافه انحاء الشعب العراقي. احنا لو ما الامن والامان احنا ما نقدر نقعد طبعا اكيد ولا تقدر تتصور وياي ولا ابد نهائيا.
شاء الله رمضان مبارك وصحة عليكم حبيبي، علينا وعليكم، وانت بخير حبيبي. عمر كل عام وانتم بخير وصحة وعافية. الله يبارك فيك، الله يحفظك. عموري طبعا زميلنا الاعلامي، انت دائما متواجد معانا، شلون المدينه، اوضاع المدينه برمضان وقرب عيد الفطر؟ بدايه كل عام وانت بخير حجي، وكل عام وانت بخير على كل زملائي بقناه سامره الكادر الموجودين في اربيل، وشرفتونا اليوم مدينه تكريت. حقيقه اليوم كان عندنا تغطيه صباحا ايضا مع علماء الدين في مؤتمر كبير حضره مدير الشرطه والسيد المحافظ. الكل اليوم متكاتفين في هذه المدينة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ووصلت إليه مدينة تكريت. حضراتكم لو تشوفون الشارع اليوم مدينة تكريت، لو تشوفون الحركة، حقيقة الحركة طبيعية، الحركة تبشر بخير، الوضع الأمني مستقر. أهم ما يميز وضعنا الأمني اليوم في مدينة تكريت هو عودة التكاتف ما بين أبناء المدينة والأجهزة الأمنية. اليوم حقيقة احنا سمعنا ولأول مرة بهذا المؤتمر عالم الدين اليوم من يطالب قائد الشرطة أو يطالب المحافظة بخدمات، يطالب بخدمات بلدية، يطالب بأن يكون هناك قانون لعمل المولدات الأهلية في المدينة. هذا الدليل على زيادة الوعي اليوم بعد أن فقد هذا الوعي بالمدينة ووصلنا إلى ما وصلنا إلى في الفترة الماضية. أيضا لا ننسى أن هناك كانت ميزات للنزوح اللي عشناها في فترة من الفترات، الله لا يعودها على هاي المدينة، في الأقليم أو في بغداد أو في باقي محافظات العراق، ولكن بالأخص بالأقليم. الكثير اليوم من العادات الإيجابية تم نقلها أيضا إلى المدينة بالحفاظ على المدينة، بحب المدينة، ناهيك عن أنه اليوم أهالي المدينة هم مدافعين عنها. كما تعرف الحادث الأخير اليوم سقط من أبناء مدينة نقف بنفس المكان، بنفس المكان عشرات الشهداء، حتى ناس حقيقة دافعت عن هذه المدينة بالعصي. مستحيل تلقى هذا الشيء في أي مدينة اليوم، مع احترامي لكل المدن العراقية. هذا دليل على حبنا لمدينتنا وعلى حب أهالي المدينة لهذه المدينة، ويرفضون عودة المدينة للمربع الأول. مدينة تكريت تبقى مدينة مستهرة، مدينة آمنة، بحبها للناس، بحبها لكل العراقيين، وبحبها لقناة سامراء. كل عام وانتم بألف إن شاء الله صحة وعافية عموري، وشكرا جزيلا. الله يحفظك، بارك فيك، أشكرك. بارك الله فيك. السلام عليكم، شلون الشباب؟ ها شنو المواطن؟ خل أذوق. لا أريد هاي منه. ألف هلا. يا مكان. نلقاهم. هنا أنتم؟ نعم هنا. شلون الوضع هنا؟ الحمد لله أمان واستقرار مستمر. شو أخبار القائم؟ والله بعد ما تحررت يعني، الله كريم إن شاء الله. إن شاء الله ترجعون، وهاي مدينتكم وإحنا إخوانكم. إن شاء الله إن شاء الله، والنعم لله، النعم والنعم. إن شاء الله شتحتاجون إحنا موجود. النعم والنعم لكم. شلون المدينة؟ شلون الأمور؟ والله الحمد لله مستقرة الحمد لله. أجواء حلوة رمضانية. رمضانية حلوة مرتبة إن شاء الله. الله يعافيك. إيه نعم. شلون الأمور؟ والله الحمد لله زين الحمد لله. الحمد لله زينة تكريم. الحمد لله حياة تخبر. الله يديمكم ان شاء الله. انت نفس الشيء؟ نعم. شوف لتت انت لا عندي ماكو مشكله. انت طلاب لو شو؟ اي نعم طلاب دراسات عليا جامعه تكريت. شلون الدراسه؟ والله الحمد لله حيل زين الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله صحه وعافيه ورمضان مبارك، ونجي بوضع افضل ان شاء الله، نجيكم للقائم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نشوف بهذه الاجواء الرمضانيه كحركه يعني الناس والتبضع قرب عيد الفطر، وهذا الشيء طبعا يبشر بخير الحقيقه، واتمنى ان شاء الله انه تصير افضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. شلون الشباب؟ مرحبا. العام وانتم بخير صحه بخير الله يسلمك. اقبال برمضان تصير على المشروبات وعلى نعم العالم تدري صايمه والجو حار، عالم تدور طبيعي عصاير. كان اسعاركم شلون؟ والله حيل مناسبه. اي والله. ليش المواطن؟ المواطن عندنا هذا الكلاس ب 500 دينار، عندنا هذا الكبوس ب 500، عندنا العصاير بلي في البطيخ، هذا الكلاس كبير والكوكتيل ولها كلها على 2000 ونص. الطبيعي يعني 100%. نوبات يشوف مثلا يجي مثلا طفل يباوع مثلا، انا دائما اقولها يعني مهجر ما يقدر يشرب. طيب الشهاده لله، هاي احنا نريدها هذا التكاتف. اي اهم شيء هاي ماكو يعني دائما نطل العالم الفقره، الله شاهد يعني ننقهر عليهم، تدري ما عندهم خطيه دائما يعني صله الرحم موجوده بعدها. ان شاء الله صحة وعافية ورمضان مبارك على الجميع ان شاء الله. مواد موجودة عندكم كل شيء؟ الحمد لله موجودة. اي كل شيء متوفر الحمد لله والشكر. صحة وعافية ان شاء الله. الله خلنا نضيفكم. شلون الشباب؟ كل عام وانتم بخير صحة وعافية. ظلوا استريحوا.
كل عام وانتم بخير، صحة وعافية، السلام عليكم. شلون الحلوين؟ شلونكم بهاي الأجواء الرمضانية؟ والله أجواء رمضان كلش زينة والجو يعني طيب، حركة قوية والناس الحمد لله. الحمد لله والشكر، عندنا احنا الشباب يعني طاقة متفجرة ورا الفطور، يعني نطلع ونفطر على كازينو، اللي يروح على صديقه. بس لا تعرفون العبادة، الطاقة مالتكم ها، مو تعرفون العبادة. شيء هذا استاذ وليد، شهر رمضان خير وبركة، تدري صلاة التراويح يعني هاي أهم شيء، نصلي صلاة التراويح وراها نطلع عاد، اللي يروح مصاحبه اللي يفطر نجي هنا. نأكد على التعاون دائما وما تنسون المهجرين، هاي اهم شيء. الحمد لله شيء هذا شيء اكيد اهم شيء، يعني هم يجي يوم من الايام ان شاء الله يرجعون بخير وسلام وتستقر الامور ان شاء الله. احنا ما يقولها بكل صلاة. الله يبارك بك استاذ وليد. شلون اجواء المدينة؟ والله الحمد لله والله زين، تقريبا يعني بايام رمضان زين، يعني تحسن شويه. اي احسن من قبل رمضان. والله الاجواء زينه، بالك شيء يعني بالك شيء؟ والله بالنا يرجعون المهجرين ويرتاحون ان شاء الله. الحمد لله والشكر، الله كريم ان شاء الله. انت شو تقول؟ والله استاذ موليد، انا قلت لك على مود هاي الشغله مال شيره القياعين، يعني احنا العسكريين يعني عامه يعني وزعونا اياهم تقريبا صار لنا 9 اشهر، فوق 9 اشهر، يعني حتى قالوا لازم يتناشدون بيها على مود جماعه السندات يجون يسوي لكم السندات. يعني واخذتوا قالوا لا هسه احنا مستلمين قياعين وعندنا اوراق بيها وعندنا كل شيء بيها، بس مجرد يجون جماعه السندات على مود نطلع سندات بالقياعين مالتنا. يعني انت تناشد هذا الموضوع يعني حتى؟ اي والله لازم نناشد بهذا الموضوع بسبيل على مود يجون على مود العالم تقدر تبني، اللي ناس قاعده باجار تدفع 500 و600 يعني صعبه. انا من الذين قاعد اجار، يعني ادفع كل شهر ادفع 600 500 يعني هم صعبه علي. انا ان شاء الله اتمنى من خلال قناه سامر الفضائيه أن يشوفوك ويشوفون كل المواطنين. أي أيوة والله، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يلا شكرا جزيلا، ممنوني. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، صحة وعافية إن شاء الله، رمضان كريم. نشوف اكو تغييرات، مثلا الناس تفيد تغير بالقماش، تغير بالخياطة، كل شيء متوفر إن شاء الله. عندي متوفر أقمشة ومتوفر لوازم خياطة. هسه الآن تدري قبل كانوا قبل ما عندهم شيء حاضر، كله على فصال، رجع يلا. نفس الشيء هم يأخذون فصال ويأخذون قماش منك مثلا ويفصل. والله هي أكو رغبات، يعني قسم أكو إلى رغبة يعني بالفصال، وأكو قسم على الجاهز. يعني زين انتوا عندكم خياطين، خياطات موجودين؟ انا عندي خياط موجودي، اي يعني يخيط نعم. الاسعار شلون مناسبه؟ اسعاره مناسبه، القماش كل هاي هسه هذه حمودي لو تصور لي مثلا، هاي انتوا تجيبون طول كامل؟ نعم. يعني هاي منين تجيبوها حاليا؟ من بغداد. احنا كله من بغداد، كله من بغداد، من الشورجه. من الشورجه عده تجار رئيسيين، اسعار زينه. نعم. اكو عندنا قطع مناسبه، مثلا هاي هيك قطع على 5000 صيفيات، قطعه صيفياتي كو عندي شويه اسعار اغلى وارتب. زين هذه شلون هسه اقبال المواطنين عليكم، خاصه هسه ايام عيد وايام رمضان؟ والله الحمد لله زين، يعني زين، اكو حركه زينه ان شاء الله. رمضان شلون ايامكم بالمدينه؟ الحمد لله زين، بارك الله فيك. ان شاء الله صحه وعافيه ورمضان فيك يحفظك، بارك الله فيك ان شاء الله. ممنون حبيبي الغالي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الشهر الفضيل الكل، يعني اقدر اقول بدون استثناء، احنا تدري انا شخصيا ما جامل بالاعلام، الكل ممتن من الاجهزه الامنيه، وهذا الحمد لله شيء فضل كبير. لكن الان تدري المواطنين يرغبون بعد شيء يريد يلمسه من الامن والامان، يعني يقول ما لمسنا شيء لحد الان من الحظر الكذا، ريده بالوحده. شلون التعاون معكم الاجهزه الامنيه مع المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر، احنا بناء على توجيهات السيد قائد شرطة محافظة صلاح الدين اصدرنا اوامر بتقليل الحظر التجوال، واصبح الحظر التجوال من الساعة 2 الى الساعة 5. جيد، هذا يعني ان شاء الله يعتبر تصريح. نعم، امر السيد قائد شرطة صلاح الدين. جيد. وتعاون المواطن ويانا جدا كبير، وكذلك احنا متعاونين وياه، وفطورنا كافة اخوان الضباط والآمرين
ده نفطر يوميا في الشارع وتجوالنا يعني جول وشفناكم حبيب. وهذا تجوالنا مو لانه اعلامي او غايه انه حتى صورنا الله شاهد انه احنا شفنا وجينا هذا هو يوميا بناء على توجيهات السيد القائد احنا تواجدنا لازم يكون بالشارع مو بالمكاتب. السيد العميد الان ذكرت اني اثناء اللقاء انه هذا المكان اللي صارت فيه الجريمه وراحوا بها عدد من الشهداء ادخلهم الله فسيح الجنان، يعني الان اكو وعي من المواطن نقل حاله ايجابيه بعد ان كان مهجر في الاقليم ده يطبقها في المدينه، فنتمنى ان شاء الله هذا الشيء يتحقق في الايام القريبه. نعم نعم المواطن متعاون جدا وما لمسناه ولمس السيد الوزير الداخليه، ولهذا امر بتطوع من اهالي تكريت تقريبا 500 مقاتل لابناء تكريت حصرا وان شاء الله جاري وتعاون جدا حلو طيب ويخبرنا المواطن عن الصغيره والكبيره. سيد العميد يعني حقيقه سؤالنا الاخير حتى تاخذون راحتكم الان بالنسبه لل اكو خطوط ساخنه موجوده مع نعم نعم 140 على خط زين مع القياده ايه. ان شاء الله صحه وعافيه ورمضان كريم ان شاء الله اتمنى لكم الموفقين امان على عراقنا العظيم امين يسلمك شكرا جزيلا